الكاردا هي واحد مجموعه ديال لي بياس ميكانيك مجموعه بيناتهم اللي كتواصل ما بينات البواط فيتيس والمويو ديال الروايد، وكتصلح باش كدوز داك الانرجي اللي كتكون ما بين الموتور والروايد. ملي كتكون الطوموبيل عندها لي رو موتريس القدام فالكاردات كيكونوا القدام بطبيعه الحال، ملي كتكون الطوموبيل عندها لي رو موتريس اللور فالكاردات كتكون كذلك اللور. الكاردا مكونه من واحد مجموعه ديال القطع، اهمها هو داك لابارتي اللي كتكون كتواصل مع الرويده، هو السفلي. داك السفلي كيكون عامل لداخل بلا غريس، داك لاغريس ما خصهاش تخرج، حيت الا خرجت داك لو سيستيم دو غريساج اللي كيكون باش كيسمح للطوموبيل الدور على اليمين وعلى اليسار ما كيبقاش كيخدم بواحد الطريقه مزيانه، مما يؤدي الى التلف ديال لا بيس، يعني خصها ولا بدا ايموبيليزاسيون توتال ديال الطوموبيل. باش كنقلبوا الكاردا مزيان خصنا نقوموا بواحد المسائل بسيطه، دونك نمشيو شي بلاصه بحال باركين ديال الطوموبيلات يكون خاوي ونمشي واحد المده بالسرعه ديال 20 كيلومتر في الساعه والطوموبيل تكون كومبليتمون دايره ادروات ولا كومبليتمون دايره اغوش. ملي كيكون كيتسمع واحد الصداع كنعرفوا بان الكاردات غدو كيخسروا، خصنا ولا بدا نردوا لهم البال. الوغ الصداع ديال الكاردات ملي كيكونوا بداو كيعياو كنبداو نسمع، ملي كنبداو ندور على اليمين ولا على الشمال كنبداو نسمع بحال واحد الطقطقه، ملي كنكونوا كندور داك الطق طق طق كيبدا واحد الصداع كيعرف بان داك الكاردا بدات كتعيا. ملي كيبغي الانسان يبدل الكاردات ديال الطوموبيل خصو ولا يرد البال ويقلبو مزيان. كاين اللي كيشري كاردات دوكازيون كيمشي لافيراي ولا شي حاجه كياخذ الكاردات دوكازيون وخصو يرد البال واحد المجموعه ديال الامور باش ما يطيحش عاوتاني في المشكل ديال الكاردا ما خداماش.